هذه المناسبة الدينية الغالية على قلوب المسلمين جميعا، نهنئ القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي، وكذلك نهنئ جميع أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية ونترحم على شهدائنا الأبرار. واليوم تم وضع كليل الزهور على قبر الشهداء، وإن شاء الله على دربهم سائرون، ونشد على أبنائنا المقاتلين في الجبهات، في جميع الجبهات، في المواقع العسكرية سواء في الساحل الغربي أو في مأرب أو في أي جبهة من جبهات اليمن ضد الميليشيات الحوثية، فنشد على أزرهم ونشد على أيديهم. ونحن هنا في الساحل الغربي كأمثال زملائنا في جميع المواقع العسكرية جينا انتصارا لحريتنا، انتصارا لكرامتنا، انتصارا لوطننا، انتصارا لحقوقنا المسلوبة مننا.